تحدث أيضا عن المساعدات لأوكرانيا، سنتحدث عن الدفاع، القوة الدفاعية في حلف الشمال الأطلسي، ونحن بالفعل داعمون أساسيون وشركاء مع الاتحاد الأوروبي، لأن هنالك مخاوف جيوسياسية عالمية. نحن في ليتوانيا أيضا نعمل على زيادة وشراء تجهيزات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أننا نريد أن نشتري العديد من التجهيزات العسكرية والدبابات والشاحنات من أجل تعزيز قواتنا العسكرية. وفي الوقت عينه نحن في تعاون وثيق مع ألمانيا ومع قرار الذي أعلن عنه وزير الدفاع الألماني بزيادة القوى الدفاعية والنفقات الدفاعية لألمانيا في حلف الشمال الأطلسي، ونحن نرحب بهذا القرار ونرحب بمشاركة كل الدول في المنطقة لزيادة وجودها في المنطقة. إذن حضرة الرئيس، أتشكرك على وجودك ومشاركتك في قمة حلف الشمال الأطلسي. أنا أتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون في هذين اليومين، وسأتمنى أن أكون قادرا على أن أستمع إلى خطابك يوم غد. سيكون هذا الخطاب خطابا تاريخيا لكل الدول. كما ترى الآن العاصمة فيلنيوس هي شبه خالية الآن، ولكن ذلك يعود إلى الأسباب الأمنية بسبب انعقاد هذه القمة. نحن من صميم قلبنا نرحب بهذه الزيارة وبوجودك معنا، ونتطلع إلى تعاون أكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية. حضرة الرئيس، أشكرك على الترحيب. كما تعلمون أنني سعيد لأكون في فيلنيوس. كنت هنا في العام 2014 بعد عدوان روسيا للمرة الأولى في شبه جزيرة القرم. وفي ذلك الوقت كانت الأمور صعبة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم موجودة من أجل إعادة التأكيد على التزامها تجاه حلف الشمال الأطلسي. نحن بالفعل ملتزمون تجاه أوكرانيا وتجاه حلف الشمال الأطلسي. نحن كنا نتحدث في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية عن تعزيز حلف الشمال الأطلسي وقوته ومتانته، ونحن تعهدنا أيضا بأن نكون معكم من خلال زيادة الجنود. نشرنا أكثر من 2000 جندي أمريكي في ليتوانيا من أجل هذه القمة، ومعنا اليوم وزير الدفاع لويد أوستن موجود معنا وهو يعمل في هذا الإطار. كما قلت سابقا، نحن وحلف الشمال الأطلسي نؤمن بأن عملنا هو موحد مع كل الدول. أود أن أشكرك حضرة الرئيس على استضافة هذه القمة في وقت حروب. اليوم حلف الشمال الأطلسي يجتمع، وسنجتمع قريبا مع 32 عضوا، لا سيما مع انضمام السويد. أتمنى أن تكون المحادثات مثمرة، وأنا واثق من هذا الموضوع. في اليومين المقبلين سنناقش مسائل عن تعزيز حلف الشمال الأطلسي وزيادة القدرات الدفاعية، كما أننا
سنناقش جهودنا من أجل إتمام هذه المحادثات ودعمنا لأوكرانيا. أود هنا أن أشكر القيادة حلف الشمال الأطلسي، فالمحادثات تبدأ اليوم وستستمر أيضا، وذلك لأننا نتشارك القيم نفسها، وهذا هو أمر مهم للحفاظ على جدوى ودور حلف الشمال الأطلسي. استمعتم إلى أننا بالفعل لن يؤثر أي شيء على جهودنا الرامية إلى المحادثات والوحدة هنا.